بدك نحارب الإرهاب؟ إيه أكيد منحارب إرهاب العالم كله، بس يقتنع النظام إنه الشعب له حق إنه يطالب بأبسط حقوقه، ويقتنع إنه في بين الناس اللي عم يحاربها سوريين بدهم مصلحة البلد وبدهم يبنوا دولة مؤسسات. سوريين صحيح حملوا سلاح، بس حملوا ليدافعوا عن مطالبهم، واختاروا إنه يضحوا بحالهم وبشبابهم. منحارب الإرهاب أكيد، بس يصير في عنا انتخابات ديمقراطية تبعدنا عن منطق الخيار، إما بين النظام إما بين التطرف. السوريين مانن هيك يا سيادة المحقق، السوريين عم يحلموا ببلد للجميع، ما بيحبوا ينحطوا بخانة الإرهاب ولا بخانة الظلم والديكتاتورية. برأيك لو صار هالشي بيكون في مكان للإرهاب بسوريا؟ برأيك لو العملية السياسية بالبلدان المجاورة بتمشي بالسلاسل المطلوبة بيكون في مكان للإرهاب؟ الإرهاب والتطرف ما بدو مين يمهد للطريق. الإرهاب والتطرف بيدخلوا وبيتغلغلوا بالدولة لمن بيشوفوها ضعيفة، لحتى يحسسوا الآخرين إنه هن البديل. محاربة الإرهاب يا سيادة المحقق بتكون بس تقتنع أنت وأنا إنه نحن عم نحارب عدو واحد بيقدر ينتصر بس نكون مفرقين، وبينهزم بس نتوحد. بغض النظر عن الاتهامات والوقائع يلي بتدل إنه بسوريا أكثر المستفيدين من الإرهاب هو النظام، بس هذا كمان ما بيخفي إنه بسوريا ولا مرة عشنا النعيم يلي عم يحاول نظامك يظهره. نحن ما عشنا بسوريا غير الذل والقمع والاضطهاد. صحيح يا سيادة المحقق، صحيح إنه حان الوقت مشان نحارب الإرهاب، بس هذا الشيء ما بيصير إلا بوحدتنا الحقيقية وبدفاعنا عن دولة الديمقراطية الحقيقية يلي طلعت الثورة من شانها.